السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب الجميع يكون بخير. النهاردة هنحكي لولادنا قصة سيدنا موسى عليه السلام. قصة سيدنا موسى عليه السلام اللي هو كليم الله، كان فرعون حاكما ظالما على مصر، ورأى في منامه أن ملكه سيزول، ففزع من ذلك وسأل الكهنة عن تفسير ذلك، فأخبروه أنه سيولد ولد مولود ذكر في بني إسرائيل سيكون سبب في زوال ملكه، وعند ذلك أمر فرعون بقتل كل مولود ذكر يولد. وحينما ولد سيدنا موسى عليه السلام خافت أمه عليه، فأمرها الله سبحانه وتعالى، فأوحى الله إليها أن تضعه في صندوق وتلقيه في البحر، فأطاعت أمر الله، وظل الصندوق يحمل الولد في البحر حتى وصل إلى قصر فرعون. وحينما رأته امرأة زوجة فرعون أحبته حبا شديدا، وأخذت ترجو فرعون أن يتركه وألا يقتله وأن تتخذه ولدا حتى وافق على ذلك. ورفض الطفل موسى أن يرضع من أي امرأة حتى جاءت أخته وأخبرتهم بأن هناك امرأة تستطيع أن ترضعه، فجاءت أمه فأرضعته وهي تحمد الله لأنه أنجاه. وعاش موسى في قصر فرعون حتى كبر وأصبح شابا، وأتاها الله الحكمة والعلم. وفي يوم خرج موسى فوجد رجلين يتعارقان خناقة، إحداهما من بني إسرائيل والآخر قبطي، فاستنجد به الذي من بني إسرائيل، فجاء موسى ووكز القبطي خبطه يريد إبعاده، فمات القبطي من تلك من خبطه بس كده عشان كأنه بيبعده أو بيزقه عشان يبعده، راح إيه مات من الخبطة دي. وتاب موسى واستغفر ربه من هذا الذنب الذي لم يقصده، وظل موسى خائفا بسبب قتله للقبطي حتى شاهد نفس الرجل الإسرائيلي يتعارك في اليوم التالي مع قبطي آخر، واستنجد الإسرائيلي بموسى أيضا، ولكن موسى لامه وعنفه وقال له الإسرائيلي يا موسى وقال موسى للإسرائيلي يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ بعدها انتشر الخبر بأن موسى قد قتل القبطي حتى وصل الأمر إلى فرعون، فأمر بالبحث عن موسى وقتله، وعرف موسى بالأمر فخرج ليلا هاربا من مصر. وصل موسى إلى مدين فجلس يستريح في الظل، فوجد امرأتين فقد أتيا لملء الأوعية من البئر، فذهب موسى إليهما وساعدهما في ملء الأوعية، وعاد يجلس في الظل وهو يحمد الله ويدعوه. ووصلت الأختان إلى أبيهما فأخبرته بما حدث، وعرضت عليه إحداهما أن يستأجر هذا الشاب لأنه قوي وأمين، فأرسل الأب إحدى ابنتيه إلى موسى لتدعوه ليشكره. وحينما وصل موسى إلى والد الفتاتين شكر الرجل وعرض عليه أن يتزوج إحدى ابنتيه في مقابل أن يعمل في رعاية أغنامهم لمدة 8 سنوات أو 10 إن وافق. ووافق موسى فأخذ يجتهد في عمله حتى أتم 10 سنوات. أراد موسى عليه السلام أن يعود إلى مصر ليرى أمه وأخاه هارون، فخرج بزوجته ولكنه تاه في الطريق، واشتد الجو برودة، ورأى موسى نارا من بعيد عند جبل الطور، فتوجه إليها ليأتي ببعض التدفئة. وعندما وصل موسى للجبل ناداه ربه وكلمه واختاره ليكون رسولا إلى فرعون وقومه، فدعا موسى ربه أن يجعل له أخاه هارون مساعدا له، فاستجاب الله دعوته. وذهب موسى عليه السلام إلى فرعون ودعا إلى دين الله وعبادته وعدم ظلم بني إسرائيل وتسخيرهم،
فسأله فرعون عن دليل نبوته فأيد الله نبيه موسى بالمعجزات، فقد ألقى العصا فأصبحت ثعبانا كبيرا، وأدخل يده في جيبه وأخرجها فإذا هي بيضاء من غير مرض. وبرغم هذا كذبه فرعون واتهمه بأنه ساحر، وجمع فرعون السحرة ليواجهوا موسى وينتصروا عليه، وألقى السحرة حبالهم وعصيانهم فانخدع بها الناس وظنوا أنها تتحرك، ثم ألقى موسى عصاه فتحولت لثعبان كبير أخذ يأكل كل ما ألقاه السحرة. عند ذلك تأكد السحرة أن موسى ليس ساحرا مثلهم، وأنه أتى بمعجزة عظيمة تدل على صدق نبوته، فآمنوا بالله وبرسالة نبيه موسى عليه السلام. فغضب فرعون وأخذ يتوعدهم بعذاب شديد، ونفذ وعيده، إلا أنهم تمسكوا بإيمانهم بربهم وبدينهم مع سيدنا موسى عليه السلام. خرج موسى عليه السلام ليلا ومعه قومه المؤمنون، فأسرع فرعون وجنوده خلفهم لقتلهم، حتى وصل موسى بالمؤمنين إلى البحر، فظن المؤمنين أن الهلاك قد لحق بهم لأن البحر أمامهم والأعداء من خلفهم، ولكن سيدنا موسى قال: كلا، إن معي ربي سيهديني. وكان على يقين من قدرة الله سبحانه وتعالى وأنه سينجيه، فقال لهم: كلا، إن معي ربي سيهدين. فأوحى الله إليه أن يضرب بعصاه الحجر، أن يضرب بعصاه البحر، ففعل، فانفلق البحر وتيبس الماء، فمر موسى وقومه، بقت أرض البحر بقى أرض يابسة، فمر موسى بقومه المؤمنين إلى الجهة الأخرى، ووصل فرعون بجنوده، ولكن البحر عاد كما كان بقدرة الله، فأغرقهم جميعا ونجى الله نبيه وعباده المؤمنين. دي قصة سيدنا موسى عليه السلام. نتقابل إن شاء الله في فيديو جديد وقصة جديدة. مع السلامة.